صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في أصل الحكاية. يتداول الناس حول العالم هذه الأيام أسئلة كثيرة ملحة، لكن أبرزها: ما هو مستقبل العالم في ظل اتساع انتشار وباء كورونا؟ وما هي المخاوف من الانهيارات في الأنظمة الصحية؟ أوروبا كانت أول مناطق ينتشر فيها الوباء بشكل كبير ومخيف في الوقت نفسه، وتمكنت من السيطرة عليه. صحيح أن هناك موجة جديدة أخذ بالتشكل، غير أن التجربة الأوروبية خاصة الإنجليزية منها تستحق الاطلاع عليها والتعلم منها. للاطلاع على تجربة بريطانيا وإجراء مقاربات مفيدة لنا في الأردن، نستضيف اليوم عبر سكايب الطبيب والجراح في المستشفى الملكي في لندن الدكتور أحمد المشتت. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. بداية دكتور، بدنا نسألك: هل تعتقد أن هناك موجة جديدة فعلا تجتاح العالم، وهذه الموجة أشرس من الموجة الأولى؟ صباح الخير. طبعا الآن نحن في خضم الموجة الثانية لا شك. أوروبا لو نطلع على أرقام الإصابات في كل بلدان أوروبا من تشيكوسلوفاكيا إلى بريطانيا نجد ارتفاع في أعداد الإصابات. الإصابات في بريطانيا تتضاعف خلال بين أسبوع وأسبوع، وفي شمال غرب إنجلترا الأعداد تتزايد يوميا. في دول مثل إيران هم دخلوا الموجة الثالثة، حتى مو الموجة الثانية. فالموجة الثانية هي حقيقة الآن، ونحن نتعامل معها، نحاول احتواء الفيروس في كل دول أوروبا وخصوصا في بريطانيا. وهذه هي طبيعة وباء الكورونا، أنه يدخل في دورات معينة، ينتشر، نحتويه، ثم يعاود الانتشار مرة أخرى. في الولايات المتحدة الأمريكية لم يخرجوا لحد الآن من الموجة الأولى، لأنهم لم يستطيعوا السيطرة على الوباء منذ انتشاره هناك. طيب دكتور أحمد، تقدر تشرح لنا أكثر فكرة الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة؟ يعني بعد محاولة السيطرة على الفيروس وعودة الحياة بشكل طبيعي مع الالتزام بالتباعد وقلة المناسبات لربما الاجتماعية وقلة التجمعات، فجأة نشعر أن هناك حالات تزداد، لماذا؟ ما هي يعني ما هو السبب؟ ما الذي يشعل فتيل الموجة الثانية؟ هو التعريف البسيط للموجة الثانية أن بعد انخفاض أعداد الإصابات في الموجة الأولى إلى حد كبير، عادت الإصابات من جديد. ازدياد عدد الإصابات بعد انخفاضها هذا هو تعريف عودة الموجة أو الموجة الثانية. ما هي الأسباب؟ الأسباب الرئيسية هو الاختلاط بين البشر. نحن نعرف منذ شهر يناير بداية هذا العام عندما انتشر الفيروس، بدأ انتشار الفيروس أنه ينتشر عندما يختلط البشر مع بعضهم، حاله كحال كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الرشح والإنفلونزا. بعد احتواء الموجة الأولى بدأت كل الدول بتخفيض درجات الغلق التام، بدأ الناس يخرجون، بدأت المطاعم تفتح، بدأ الأشخاص يعودون إلى أعمالهم، يستخدمون وسائل النقل العام، بدأ السفر وهو السبب الرئيسي أعتقد في بداية الموجة الثانية. الشباب في خصوصا في أوروبا وخصوصا في بريطانيا كانوا هم المصدر الرئيسي لانتشار الوباء، لأن الشباب واختلاطهم، ذهابهم إلى المطاعم، إلى الحانات هنا، هذا يساعد على الانتشار. في دراسات مؤخراً هذا الأسبوع ظهرت في بريطانيا تشير إلى أن ثلث الإصابات الجديدة تأتي من انتشار واختلاط الناس في المطاعم والحانات مثلاً. لهذا الموجة الثانية الآن الأكثر المصابين هم الشباب، وهذا قد يشير إلى أن الموجة الثانية قد تكون أقل شراسة من الموجة الأولى. نحن نعتقد أن الموجة الثانية ليست بشراسة الموجة الأولى. الناس دائما يقارنون وباء الكورونا مع الإنفلونزا الإسبانية، أعتقد هذه المقارنة فيها أشياء خاطئة. نحن في وضع أفضل مما كنا عليه في
شهر مارس أو إبريل، نحن نعرف الكثير عن الفيروس، نعرف كيف نحتوي الفيروس، الأجهزة الطبية والكادر الطبي لديه معرفة واسعة الآن في كيفية علاج المرضى، خصوصاً في الحالات الاضطرارية، متى يدخل المريض إلى المستشفى، متى يدخل المريض إلى إذا دكتور أحمد، أنت تعتقد أن الموجة الثانية هي أقل شراسة من الموجة الأولى بسبب دراية والمعرفة الأكثر حول الفيروس، أو بسبب ما يسمى بالمناعة المجتمعية، أي من أصيب بالفيروس لا يصاب مرة أخرى، ومدى دقة هذه المعلومة أيضا؟ ليست هناك مناعة جماعية لحد الآن، 10% من سكان العالم أصيبوا بالفيروس لحد الآن، هذا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية والإحصائيات الوبائية. حتى نحصل على مناعة القطيع كما يسمونها نحتاج إلى 70% 60 إلى 70% من سكان العالم حتى يصابون، فنحن لسنا قريبين أبدا من مناعة القطيع. هناك نظرية أخرى، الناس يقولون أو بعض العلماء يقولون هل الفيروس تغير، هل نحن مع تحوير آخر للفيروس؟ أعتقد لا يوجد دليل على هذا. السبب الرئيسي في اعتقادي أن الموجة الثانية لن تكون أخطر من الموجة الأولى هو في درايتنا، في العلم، في توفر بعض الأدوية التي تقلل مثلا من الوفيات بحوالي الثلث، مثل ما أثبتت دراسات أوكسفورد حول دواء الاستيرويد الدكساميثازون، وهناك تجارب سريرية الآن على توفير الأجسام المضادة واستخدام بعض الأدوية المناعية التي تستخدم في التهاب المفاصل الرثوي. وممكن قبل نهاية العام الدراسات حول هذين العقارين قد تشير إلى تغيير كبير في كيف نتعامل مع المرض. والسبب الرئيسي أيضا مثل ما قلت أن الكادر الطبي الآن يعرف متى يحتاج المريض أكسجين، متى يحتاج إلى دواء الدكساميثازون، كيف نتعامل مع المريض في ردة العناية المركزة. كل هذه العوامل تشير إلى أننا في موقع أفضل، وقد يتوفر أيضا لقاح قبل نهاية العام أو في بداية العام المقبل. فأعتقد الأمل كبير في أننا قد نتجاوز هذه الأزمة، ولكن نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر. نعم، بما أنك ذكرت دكتور اللقاح الذي قد يتوفر قريبا، نحن نعلم أن هناك حرب لقاحات بين روسيا وأمريكا، والبلدين يقولون أنه اللقاح سيكون متوفر لدى الجميع في بداية العام القادم. ما رأيك باللقاحين وبهذه التصريحات، وأيضا أين بريطانيا من هذه الحرب؟ هناك حاليا 4 لقاحات في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية. لقاح موديرنا الذي هو يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاح يصنع من قبل شركة فايزر أيضا الأمريكية بالتعاون مع شركة بايونتيك الألمانية، ولقاح أوكسفورد من بريطانيا، ولقاح جونسون أند جونسون وهذه شركة أمريكية أيضا، واللقاح الروسي، وهناك لقاحات صينية، لقاحان صينية من الصين أيضا. هذه اللقاحات هي في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. أزيدكم علما أن التجارب السريرية قد تستغرق فترة لا تقل عن 2 سنين لإكمالها، ولكن لو توفرت أي نتائج واعدة خلال الأشهر القادمة، ويتوقعون مثلا بالنسبة للقاحات الأمريكية قد تكون هذه النتائج جاهزة في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر، حتى يحاولون الحصول على ترخيص طارئ من مؤسسة الأدوية الأمريكية لاستخدامه ولو بشكل محدود. شركات الأدوية بدأت بتصنيع اللقاحات منذ الآن، المعامل في الهند وفي بريطانيا تصنع لقاح أوكسفورد متوفر صناعيا بانتظار النتائج. هناك ستكون تراتبية في إعطاء اللقاح. بريطانيا بدأوا فعلا في وضع خطة، من سيستلم اللقاح أولا، كيف يهيئون الكادر الطبي والتمريضي، وحتى استخدام الصيادلة مثلا والجيش لإعطاء اللقاح مثلا.
للناس المصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة والكبار في السن. فهناك محاولات جادة وعمل منذ الآن لصياغة استراتيجية لإعطاء اللقاح. قد نحصل على بعض النتائج في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. اللقاح الروسي ما زال في المرحلة الأخيرة، بوتين ظهوره على الشاشات كان عمل سياسي بحت. أمريكا وروسيا تتنافس مع بريطانيا، الأمريكان يحاولون عقلة لقاح أوكسفورد، يحاولون باعتقادي أيضا أن يحصل اللقاح الأمريكي على المرتبة الأولى أو يكون الأول المستخدم في العالم. توزيع اللقاح على نطاق واسع لن يتم هذا العام، سيكون في ربيع العام المقبل، سيحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لأن عمل جبار وضخم. ولهذا كل الدول تحاول أن تضع استراتيجية تراتبية لمن يعطى اللقاح أولا. في بريطانيا يحاولون أن يتبعون نظام من 5 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ في إعطاء اللقاح للكادر الطبي والتمريضي والمصابين بالأمراض المزمنة، ثم العاملين في القطاعات الأساسية مثل قطاع التعليم وقطاع النقل العام، ثم الشباب وهكذا. وهذه استراتيجية أعتقد يجب أن تتبع في كل دول العالم لمحاولة إعطاء اللقاح حسب الأولويات لحماية المواطنين. نعم دكتور أحمد، نحن نتحدث في ربيع العام القادم عن توفر اللقاح للجميع في العالم أم فقط على سبيل المثال في أكسفورد في بريطانيا، جونسون أند جونسون في أمريكا وفي روسيا، أم نحن نتحدث لا أنه في ربيع عام 2021 سيكون متوفر للجميع ضمن اتفاقيات؟ اللقاح سيكون متوفر للجميع لا شك. هناك منظمات عالمية وإنسانية على رأسها منظمة جافي، وهي المنظمة العالمية للقاح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحتى الأمم المتحدة لتوفير اللقاح لكل دول العالم وبأسعار مناسبة. لن يكون هناك احتكار كامل لكل لقاحات. قد طبعا نحن رأينا من تصريحات ترامب ضيقت المدى أنه يحاول توفير اللقاح الأمريكان فقط، ولكن أتحدث عن باقي دول أوروبا وخصوصا بريطانيا أبدت تعاون كبير مع منظمة جافي وبقية منظمات العالم. فاللقاح سيكون متوفر للجميع لا شك في ذلك. نعم دكتور، من خلال خبرتك، يعني ربما هو سؤال لشخص هو يعمل اليوم في واحدة من أهم المستشفيات في العالم وبنفس الوقت هو على اطلاع بالشأن العربي أو شأن هذه المنطقة، هل تعتقد أن النظام الصحي بشكل عام نجح في بعض المناطق ولم ينجح في مناطق أخرى، أم كان ضعيفا ومن ثم بعد تداول المعلومات وتدفقها الجميع عمل ضمن نفس الصلاحيات؟ ما رأيك في الأداء للقطاع الطبي سواء كان المنطقة هذه العربية والأداء العالمي، وما الفرق بينهما فعليا؟ الأداء الصحي في المنطقة العربية حسب اطلاعي منذ الشهر الثالث لحد الآن تفاوت. هناك دول صاعد قامت باحتواء الفيروس، خصوصا يعني التجربة الأردنية، وأنا لدي أصدقاء كثيرين في الأردن تحياتي لهم. الأردن كان من أوائل الدول التي حاولت احتواء الفيروس بإجراءات صارمة جدا منذ البداية. المثال الآخر أعطيكي في العراق وفي إيران، لم يتم احتواء الفيروس لحد الآن. إيران دخلت المرحلة الثالثة، العراق تفشي الوباء هناك خطير جدا، ما زلنا نخسر كوادر طبية في العراق، كل أسبوع نخسر شخص أو شخصين. أنا خسرت كثيرا من أقربائي أيضا بسبب الوباء. الجهاز الصحي مهمل وينوء تحت ثقل سنين كثيرة من الإهمال ولم يستطع التعامل مع الأزمة بشكل صحيح. حتى في أوروبا أيضا، يعني تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة على شاشات التلفاز كيف لم يستطيعوا احتواء الفيروس. المشكلة أن الوباء عندما تفشى
أغرق أو أثقل الكاهل المؤسسات الصحية في بريطانيا، استطاعوا التعامل مع الأزمة بفتح مستشفيات ميدانية، الجيش ساعد كثيرا في ذلك. في إيطاليا لم يستطع الجهاز الصحي أيضا التعامل بشكل كبير. أعتقد الاستعدادات والجاهزية والتنبؤ بالمستقبل كيف نضع استراتيجية كانت عوامل مهمة. هناك دول لم نسمع بها في الأنباء، مثلا فيتنام، وفيتنام فيها 98 مليون نسمة وعلى الحدود مع الصين، كانت إصاباتهم أقل من 500 شخص، لأنهم منذ اللحظة الأولى حتى قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا هو جائحة، فيتنام بدأت بتفعيل استراتيجية خطيرة للتصدي والاحتواء الفيروس. المشكلة الحقيقية أن احتواء الفيروس لا يقلل من خطر عودته. اللقاح والعقاقير، الأدوية هي الحل هي الحاسم فقط ولا الحل. نعم دكتور أحمد يقول، أو في كوريا الشمالية هناك كان يوم أمس تصريح صحفي رسمي من قبل الرئيس الحكومة، وقال أنه لا يوجد فيروس تماما في كوريا الشمالية. ما رأيك في هذا التصريح؟ هل هو علمي؟ طبعا يعني لا أصدق أنا أي شيء يأتي من رئيس كوريا الشمالية. لم المشكلة في هذه الدول، حتى في الصين لا نعرف ماذا يحدث تماما. ذكرت أن اللقاح من الصين في المرحلة الأخيرة من حديثي عن اللقاحات، لأن المعلومات التي نعرفها قليلة جدا. نحن نعرف مثلا عن اللقاح الروسي أكثر من اللقاح الصيني، فهذه لا يوجد شفافية في نعم المعلومات. فالجزم أنه ليست هناك حالات للوباء نهائيا في نعم إذا كوريا علميا الشمالية. ليس من المنطق أن يكون الفيروس نشر في العالم لكنه لم ينشر في دولة. تماما تماما. دكتور أريد أن أسألك اليوم، لربما الحديث في الأردن حول، هناك جدل كبير حول ما هي نجاحة أو لماذا ما زلنا نقوم بحظر شامل لمدة يومين ومن ثم نعود إلى أعمالنا ونعمل بشكل مستمر ومن ثم نأخذ حظر أيضا لمدة يومين. على سبيل المثال يوم الجمعة والسبت من هذا الأسبوع كان يومين للحظر الشامل، ومن ثم عدنا يوم الأحد إلى حياتنا بشكل طبيعي ومستمر إلى يوم الخميس، وهناك بعض خليني أقول التخالط البسيط في بعض المطاعم مع مراعاة إجراءات السلامة، لكن المطاعم، المقاهي موجودة، اختلاطنا في العمل موجود، وأيضا الحياة تمشي بشكل طبيعي. فما الجدوى من الحظر الشامل لمدة يومين على سبيل المثال؟ هو موضوع الحظر الشامل يجب أن يكون خط الدفاع الأخير في احتواء الفيروس في هذه المرحلة من تاريخ تعاملنا مع الفيروس. كل بلد يجب أن يكون له استراتيجية ذكية للتعامل مع الوباء. مثلا في بريطانيا الآن الاستراتيجية هي التعامل مع شدة الوباء حسب المنطقة، وتفعيل إجراءات الحظر حسب ارتفاع أعداد الإصابات والزمن بين ارتفاع أعداد الإصابات وعدد الداخلي للمستشفى وعدد الوفيات. مثلا المدارس هنا يجب أن تستمر. الأهمية والأولوية هو استمرار المدارس واستمرار الجهاز الطبي والصحي في التعامل بشكل سليم ويومي مع الأمراض غير الكوفيد 19. نحن لا نريد أن مرضى القلب ومرضى السرطان ومرضى الذين يعانون من حصوات الكلى وكل هذه الأمراض المزمنة أن يعانون بسبب الكوفيد 19 مثل ما عانوا في بداية الأزمة. فأعتقد موضوع إجراء حظر شامل لمدة محدودة هو إحدى استراتيجيات. في بريطانيا هناك احتمال إجراء حظر شامل لمدة أسبوعين يتوافق مع عطلة المدارس التي ستكون في نهاية شهر أكتوبر. كل هذه المحاولات هي محاولات للتقليل من الإصابات. يجب أن يتم دائما اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، يعني لبس الكمامات وغسل اليدين والمحاولة بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة، هذه أشياء أساسية. موجود حظر أو لا يوجد حظر،
الاختلاط بين الأسر أيضا يجب أن يكون في حدود معينة. وهناك مثلا في شمال غرب إنجلترا الآن بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل قياسي منع هذا الاختلاط. في لندن لحد الآن لا يجوز لأكثر من 6 أشخاص أن يلتقون في المطاعم أو الحانات. ولهذا يعني أنا أؤيد أي إجراء مؤقت بعيدا عن إجراء كامل حظر كامل لمدة طويلة. أعتقد هذا لا ينفع الجميع، وأعتقد له أضرار اقتصادية واجتماعية خطيرة. نعم دكتور أحمد، هناك بعض الدراسات لربما أو بعض الأقاويل التي تنتشر في صحيفة من هنا وهناك أن الفيروس أو فيروس كوفيد-19 لم يتم كشف عنه سابقا، لم يتم الكشف عنه على سبيل المثال في 2019، رغم أن هناك حالات تؤكد أنه تم ارتفاع في عدد الوفيات في الفترة أو في العام الماضي ولم يتم الكشف عن هذا الفيروس. وأيضا هناك شهادات لبعض الأشخاص الذين يقولون سواء في الأردن أو أيضا في العالم أنه نحن أصبنا بإنفلونزا حادة، شعرنا بضيق في التنفس، شعرنا بكل أعراض كوفيد-19، لكن في الوقت آنذاك لم نكن نعلم أن هذا الفيروس هو فيروس كورونا. هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح؟ وتحديدا أيضا أن الإنفلونزا الحادة التي لم نكن نعرف ما اسمها سابقا فعلا كانت قادرة على أن تنتشر بشكل كبير والجميع كان يشعر بتعب كبير ويعدي الآخرين، هل هذا الكلام دقيق أم أن هناك تحديدا في الفترة كذا وكذا تم اكتشاف هذا الفيروس ولم يكن هناك نفس هذا الفيروس سابقا؟ هناك بعض الأدلة، ومن حينما أقول أدلة أنها أدلة ثابتة مبنية على تحاليل مختبرية، أن الفيروس قد كان موجود مثلا في العام 2019 في فرنسا. بعض الأدلة أن بعض المصابين في شهر ديسمبر مثلا حافظوا على العينات من البل من المسحات واعيد فحصها في هذه السنه، وجدوا ان السبب كان فيروس كورونا. احتفظوا بالعينات لان الاعراض كانت غريبه عن الانفلونزا. بعض الادله فقط، لا يوجد دليل على ان الفيروس كان منتشرا بشكل كبير جدا. الانفلونزا اعراض الانفلونزا قد تتشابه مع اعراض الكوفيد 19، ولكن هناك اعراض خاصه بالكوفيد 19. واثبتت الدراسات الاخيره ان مثلا فقدان حاسه الشم خصوصا والتذوق هي موجوده عند كل مرضى الكوفيد 19، وهي اعراض مهمه جدا للتشخيص وللتفريق بين المصاب بالكوفيد 19 والانفلونزا. الخطوره في هذا الشتاء القادم هو بوجود الانفلونزا والرشح والكوفيد 19، سيكون هناك اختلاط كبير بين الاعراض وصعوبه في التشخيص، وهذا قد يثقل ايضا المستشفيات وغرف الطوارئ، وهذا هو الخوف الحقيقي لدى الأطباء والعلماء. نعم دكتور أحمد، أيضا سنختم بهذا السؤال، هل تتوقع أن أداء منظمة الصحة العالمية في هذه الجائحة كان ضعيفا وتحديدا في البدايات، وأن المعلومات التي خرجت منها لم تكن دائما دقيقة وهناك في الكثير من المرات تصريحات متضاربة ومتناقضة؟ تماما، منظمة الصحة العالمية فقدت جزءا كبير من مصداقيتها. كانت منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون هي المرجع الأساسي لكل منظمات كل الدول العالم في التعامل مع الوباء، ولكننا لاحظنا منذ بداية هذا العام هذا التلكؤ والتأخير والتسييس في قرارات منظمة الصحة العالمية وعدم إعلان أن الوباء كان خطيرا منذ اللحظة الأولى. حتى في الأشهر منذ الشهر الثالث لحد الآن هناك تضارب بالتصريحات، وأعتقد منظمة الصحة العالمية فقدت هذا الثقل الكبير
في كونها هي المرجع الأول والأساسي. نعم، إذا كنت معنا من لندن الدكتور أحمد المشطط، شكرا جزيلا لوجودك معنا.